بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم أن يتقنه. المحترم رئيس الجلسة والحكام عادلون، المهاجرون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف أمامكم اليوم لألقي كلاما عربيا تحت الموضوع الأشخاص في المدرسة. مدرستي جنتي، مدرستي من في المدرسة؟ أيها المحترمون، من في المدرسة؟ أولا المدير والمعلم. المدير والمعلم هو الإنسان الذي يعلم في المدرسة، ومن خلاله يتم بناء شخصية أبناء الوطن. والمعلم هو البوابة التعليمية. أيها المستمعون الكرام، المدرسة هي مكان لطلب العلم، وفي المدرسة أشخاص خاصة، ومنها المدير والمعلم والتلاميذ وغيرها. وهذا اليوم أريد أن أتكلم عن ثلاثة منها. أولا المدير، هيا إلى المدرسة، فيها المدير للمدرسة، هيا لإجراء العملية الرسمية. يعمل مدير المدرسة في الإدارة، ويعمل في المدرسة أيضا مساعد المدير والكاتب لمساعدة المدير في إجراء العملية الرسمية. الخادرون والخادرات. ثانيا المعلم أو المعلمة. كرين، هيا نتجه إلى الفصل. قال الله تعالى في سورة المجادلة آية 11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. المعلم هو الإنسان مهم في بناء شخصية الإنسان، خاص للتعليم والتعلم في المدرسة. والحمد لله نستطيع أن ندرس في الفصل مع الأساتذة المحبوبة، ونتعلم بالجد واجتهاد، لأن قال الحكماء: من جد وجد، ومن زرع حصد. المشاهدون والمشاهدة. ثالثا التلميذ هو الطالب العلمي في المدرسة. نتعلم فيها التربية الجسمانية، ونمارس الرياضة في الملعب. الفرقة أساس النجاح. القراءة مفتاح العلوم. المستمعون الكرام، وخلاصة قولي: إن في المدرسة كثير من الأشخاص، ومنها المدير والمعلم
والتلميذ وغيرها. فعلينا أن نتعلم بالجد والجهد في المدرسة، كما قال الإمام الشافعي: أخي لن تنال إلا بستة: ذكاء وحرص واستبار وبلوغ وإرشاد أستاذي وطول الزمان. وأخيرا وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.